كل معلوماتك عندي ببريزة. ها، تحب نكمل ولا نكتفي بهذا القدر؟ أنا أظن أننا نكتفي بهذا القدر وتخرج من هنا رجل الأعمال أحسن ما رجعك ريشة. تعال هنا. العود يا حبيبي، العود يا بابا، هاتي بابا. ده موضوع مهم. طب وانا هروح اقول للبص ايه دلوقتي؟ بص يا حبيبي، هتروح للبص تقول له بص شوف ليه بيعمل ايه. بص شوف. يلا حبيبي قول، قول يا بابا قول. ايوه شوف. ايوه ليه بيعمل ايه. برافو، تعالى هنا يا ريشه، انت بتنسى. هتقول ايه المدام فريده لو سالتك؟ هقول لها ايه كمان يا فندم؟ اظن احنا كبار كفايه اننا ما نغيرش كلامنا يا ريشه. هتروح لمدام فريده لو سالتك هتقول لها بصي شوفي ليل بيعمل ايه. قول يلا. بصي شوفي ليل بيعمل ايه. برافو. يلا اتحزم وتعالى لي رايق امان يا بص.